نعم نعم تغير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين، فهذا لا يصح. عرفت؟ من معين لمعين أو من مطلق لمعين، هذا لا يصح. وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس. مثال ذلك: من معين لمعين، أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبر بنية أنه يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر، فهنا لا يصح، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة. كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر فنواها للظهر، هذا أيضا لا يصح، لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول الأمر. وأما المطلق لمعين فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة نوافل ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر، فهذا أيضا لا يصح. أما الانتقال من معين لمطلق فمثل أن يصلي يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر مثلا نسيها، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلىها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. أو مثلا إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على ركعتين مثلا، فهذا جائز لأنه تحول من معين إلى مطلق. هذه القاعدة: من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. نعم.